افتتح في الجامعة الأردنية المكتب التمثيلي لجمعيتي تكية أم علي ودار أبو عبد الله في بادرة هي الأولى من نوعها في مجال المسؤولية المجتمعية. جاء ذلك في إطار سعي الجانبين إلى تأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وزيادة الوعي بالمسؤولية المجتمعية ضمن فئة الشباب. وتهدف الشراكة لتعزيز مفهوم التطوع وأهميته بين الطلبة وحث الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية للمشاركة في تنظيم وعقد دورات تدريبية لمنتفعي جمعية دار أبو عبد الله في شتى المجالات. نقدم هذه الخدمة أو هذا الواقع حتى يصبح المجتمع متماسكا. لازم نعرف إنه الفقر يزداد في البلد، وإحنا نشعر بهذا الكلام من خلال زيادة عدد العائلات التي نخدمها من 30,000 عائلة شهريا إلى 40,000 عائلة شهريا. هذا الجيل الذي سيكون مستقبل هذا الوطن بيده هو الذي نريد أن نرسل له هذه الرسالة التي إن شاء الله ستكون رسالة خيرة، واجتمعنا من أجلها اليوم وأطلقنا هذه المبادرة. نوصل الطلاب يتفاعلوا مع قضايا الوطن وقضايا المجتمع، يكونوا مساهمين في التغيير الإيجابي ويحدثوا الأثر المستدام، وخاصة من نحكي عن المسؤولية المجتمعية إجت من حاجة ومن التزام، وكلنا بنعرف الوضع الاقتصادي اللي عايشينه والوضع الاجتماعي وأثره على الجميع.